كله بيصور ها؟ معينة كده غريبة اللي يفهم ايه العصير دي يقول لي الوان غريبة بس ممكن تكون بس عن صوبيا أدان فاضل له نص ساعة المشكلة أنا مش عارف أرجع ورا يعني أنا نفسي أرجع ورا مش عارف أرجع ورا شاورما يا شباب شاورما يا شباب تاخد واحد بس لا هاخد اثنين انا ده ياخد واحد ده اخد اثنين كم واحد هاخد اثنين اثنين في حد عنده سندوتش بطاطس زي مصر كده احنا كمان اثنين طب هو في واحد هيدفع ولا كلنا بندفع ولا في هيدفع دلوقتي يعني اه فين اوكي طب احنا فين يا جماعة؟ احنا في البازار صح؟ اكل حلال في سنغافورة معنا شباب مصر اهو عشان محدش يقول مفيش مصريين في سنغافورة في مصريين في سنغافورة حط المصري اه صح ما عشان ابقى مصري لازم اخد ده بس كده ندخل نتفرج على الاكل اللي موجود هنا المفروض طبعا الاكل ده كله حلال لانه في جنب المسجد ناس كتيرة ورا ورانا وناس كتيرة قدامنا نتعطي عرب من كل حتة هو دلوقتي مين اللي هيجيب راجب مين اللي هيجيب لو هتجيب لنفسه واحد هيدفع له احنا هندفع له واحد هيجيبه هندفع اوكي انت اللي هتجيب محمد ولا مين اللي هيجيب؟ طب اوكي وانا هجيب لك معايا اثنين شاورما هو انا قلت لحد اثنين شاورما لان انت قلت لها اه ما انا قلت اثنين شاورما والله أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده فكان حاجة قالوا لي قلت لهم تعالوا 8 أنت ما قلتليش أخبارك إيه؟ قلت لهم هم عمالين يكلموني طب قول لهم بقى عشان كده اديني الأشباط أنا هطلع بره أصور وهلفوا مش غير ماسك حط اون يور ماسك وادي ناس اعرفهم هنا قاعدين مستنيين اكلهم هو انتوا طلبتوا لي ولا هم اللي طلبوا لي مين اللي بيطلب لمين عشان انا قلت لمحمد يجيب لي اثنين شاورما محمد هو اللي هيجيب الشاورما صح امال انت جايب تجيب هنا ايه الستيك لا مش عارف صح شباب مصريين معايا اهو اسلام معاهم بيتكلم في التليفون عشان بس الناس ما تقولش ما فيش مصريين طالبين هنا ستيك اهو طب انا هكمل واستنى لكم بره هو فين الحاجات الحلوه طب ارجع لهم تاني بس خلينا ناكل حاجات بره ما انا مش عارف ارجع تاني طب استنى كده نحاول عايزين صوبيا الله 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 صوبيا طب هتجيبوا حاجه في صوبيا بيبيعوا صوبيا هناك مش اللي بتاع اللي هناك ده صوبيا اه لمحمد اه صوبيا ده صوبيا اللي هو اللي كان كاتبين فوق اللي مانش اه اه صوبيا صح؟ اه ارجعوا تاني لو تعرفوا ده صوبيا فعلا اه ده صوبيا سالت ايوه ايوه انا كنت سالتهم قبل كده صوبيا حد عاوز حاجه حلوه؟ شباب عاوز حاجه حد عاوز يوصلنا؟
نوتيلا 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 اي ثينك كريب لايك كريب انت جعان مش مرتاح. طب لا خلاص بلاش فين اللي هناك صوبيا لو تعرف ترجع بقى. طب احنا عاوزين عصاير نجيب عصاير منين؟ هم عند بتاع الصوبيا ما في واحد هناك في حاجه هناك فيها زي ما يكون فيها عصاير اروح ابص عليها. بقول لك ايه؟ ايه؟ محدش بيبيع حاجه هنا عصاير اذا كل في حد عنده عصاير. لا ارمي اهو بيبيع ايه ده؟ انا مش عارف ده بيبيع ايه اصلا. انا جاي هنجيب عصاير من بره وخلاص بقى. انا اروح ابص بس ماشي يا هكمل. لا عشان نرجع له صعب قوي. انت مش عارف ترجع مع الناس الفلو ماشي كده ما ينفعش ترجع معاهم. هنحاول نغير الفلو. طب حاول قول لو كده جيب لي معاك واحده وانا حاسبك عليها. لا اي عصير برتقال عندهم بلاش صبيح. هتلاقي عندهم برتقال برضه غير برتقال. نكمل الجوله بتاعتنا. ده في رمضان بالمناسبة يعني ولا أي حاجة. المهم أنا لو طلعت يبقى كده طلعت خلاص اجري ذيس واي. لو طلعت عشان أدخل تاني لازم أعمل اللفة كلها من أول وجديد وأطلع. فغالبا هحاول إن أنا إيه ما أطلع. لا الراجل طلع أهو أطلع أنا كمان بقى اكزيت والراجل واقف جنبها ونطلع. يبقى كده خلصنا السوق البازار. نطلع ونكمل فيديو بعد كده. يلا اشوفكم كمان شويه. انا هصور تاني. لا 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 انا بصورت اولين وما ينفعش بصورها تاني ما تعملش كده. بص حطينا الاكل ازاي اشترينا الاكل اهو. اسلام مش قادر يستنى دقيقه يا ابني ما ادانش لسه ما ادانش لسه وده الاكل لسه ما ادانش يا رجاله. الاكل اسمه ايه؟ بندون. اسمه ايه؟ صوبيا. صوبيا مش صوبيا على فكره خالص. صوبيا يا رجاله. طب هنقعد ناكل فين بقى؟ نقعد على الرصيف. يلا نقعد على الرصيف. نقعد زي الناس الحلوه دي. ليه قال لك ممنوع. ما قال لنا ممنوع الراجل. قال لنا ممنوع. لا نمشي. قال لنا نمشي. حط الازاز هنا يا معلم. هات الازاز احط اهو. بيدنا اهو يا شباب. لان بيدنا اهو. فاضل 3 دقايق 3 دقايق 3 دقايق. حد بيدنا بدري. ما قال لك ممنوع ده برضو. عايزين لازم يقعدونا على الارض. هنا 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 ممنوع يا عم نحطه على البتاع. انت مسافر على ما فاضل 3 دقايق لسه ما حدش ياكل. 7-7 دلوقتي فرقت. اهلا الاذان غلط لسه ما حدش ياكل لسه. جنبنا المسجد. صح جنبنا المسجد صح. نسمع الاداء في المسجد بقى. استنى نسمع الاداء اهو. هيدنا اهو. لسه ما لسه لسه يا باشا فاضل دقيقتين بس. خليهم معاك. طب استنى مش ده حل دي. استنى بس اصورها الاول عشان بحب اصور كل حاجه. دي دي تسلم ايدك. ثلاثة صح صرنا صح تمام يا حبيبي تسلم لي. فاضل دقيقة. كده احسن. يلا الأذان دلوقتي المفروض.
فاضل بالظبط كام ثانية على الأذان إن شاء الله. وادي المصريين أهو سنغافورة. يا ابني استنى بعد التشهد يا عم. شباب زي ما يكون بناكل على العربية، ها؟ على عربية فول. لا ما اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. كله بيصور، ها؟ هو انا حد جاب لي عصير ولا ما جبتوش عصير؟ مش عصير، ها؟ مش طبق عصير برتقالي يا عم. نندم؟ بس هات كوباية، هات كوباية من عندي ده. لا لا هروح اشرب، هات كوباية بس انا ادي لك بالون. لا 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 تمام زي الفل. هتعمل انت يا عصير جاي من البيت، قلت لك بقى ايه دي؟ افتكر جاي من زياده للبيت، فبشتري بعد كده. استنينا بعد التكه دي هنخش بعد المغرب نخش عارفه ناخد حاجات بتاعت البيت. انا ما في بالي ازاي اصلا بتصور ازاي، انا عمال اصوره بس. خد بس الاذان وبعدين هقفله. محمد رسول الله. نروح بقى ناكل اكل وصور بعد الاكل ان شاء الله.